احنا معانا على التليفون دكتور محمد خلوف، عضو مجلس اداره غرفه صناعه تكنولوجيا المعلومات. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك معانا. ويعني هل ده اول قمر صناعي مصري بتصنعه مصر؟ الحقيقه ان تكنولوجيا الاقمار الصناعيه تكنولوجيا مصر يعني شغاله فيها من فتره كبيره. هو الجديد ان احنا بنسعى الوقت في ظل استراتيجيه الدوله لامتلاك كل اسباب القوه من جميع جوانبها، ان احنا نمتلك التكنولوجيا، لان التكنولوجيا زي ما احنا عارفين دلوقتي في عصر جديد وفي عصر فيه تسارع كبير جدا في دور التكنولوجيا في كل مناحي الحياه، امتلاك. دكتور محمد انا مش قادر اتبين حروفك، لو في مكان افضل تتكرم عليا. حضرتك كده سمعني كويس؟ لا برضو الصوت بيقطع. حضرتك يا فندم كده سامعني؟ ثانية واحدة. انا سامع حضرتك كده كويس، واستوعبت الجزء الاولاني انه في اطار امتلاك مصر لكل عناصر القوة، لكن حضرتك ما قلتليش هل ده اول قمر صناعي مصري تصنعه مصر بالكامل؟ لا، في طبعا اقمار صناعية مصرية قبل كده، لكن نسب المكون المحلي المصري المستهدفة دلوقتي اعلى كتير. يعني احنا بنتكلم دلوقتي على نسب، بنتكلم على 100% نسبة. بيتهيألي الاقمار اللي فاتت ما كناش بنتعدى مثلا 40% او حاجة شبه كده. بالظبط. طب قول لي يا دكتور، يعني ايه الاغراض الاساسية المعلنة لاستخدامات هذا القمر الصناعي المصري الجديد؟ هي تطبيقات الاقمار الصناعية هي اساسها هو الاستشعار عن بعد. والاستشعار، معنى كلمة الاستشعار عن بعد هو عملية المراقبة وعملية تحليل البيانات لكل ما يجري على الأرض. ودي لها تطبيقات جميلة جدا وسلمية، وتطبيقات في مجالات الاقتصادية المختلفة، بمراقبة الملاحة، مراقبة الرقعة الزراعية، مراقبة تطور المباني، حاجات كتيرة جدا تقدر تكنولوجيا الأقمار الصناعية إن هي تقدمها لمصر وتساعدها في النهضة الكبيرة اللي احنا بنحاول نقوم بيها الفترة القادمة في جميع المستويات. شكرا جزيلا دكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات. طبعا في تطبيقات أيضا كثيرة، يعني ربما الوقت بس ضغطنا، لكن في تطبيقات بيئية وفي خدمات عسكرية وفي حاجات كتيرة جدا جدا بيحققها القمر الصناعي، وبيدخل كمان في التقاط موجات القنوات الفضائية، ويعني في شغل كتير جدا في هذا المجال.